بسم الله. اي طف 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 طف. قاعد تتوه يجيب في البحر. بعدين تتوه والله عشمت في الدنيا. ساعة عندي غير جرب يزول في الدنيا. اليوم عم يسهروا لهنا تنمشي النادي وقفيس. وين مشي؟ اهو لهنا هون لهنا تنمشي النادي وقفيس اهو لهنا. دخلوا ممثلين من فريق الكاميرا الخفية في شكل رجال المطافي وبدأوا يتفقدوا في الأبواب والمنافذ بتاع الشقة وعلموها لكو ثم سيد هرب من حديقة الحيوانات وهم يحصروا فيه من مكان إلى مكان لينتخل العمارة اللي هو موجود فيها وطلبوا منه بس بيخرج من الشقة مهما كان السبب. عيتاب شو اسمه؟ عيتاب 15. أنت رقمك عيتاب 15. شو عيتاب 15؟ الرمز متاعك عيتاب 15. عايش كي تنزل على الفرشة تقول عيتاب 15 نشوفوك احنا خاطر احنا فرخة قاعدين نحفروا فيه السيد. سمعت؟ إذا كان سمعت حاجة ولا حاجة علمنا هلا نحن باش نخدموا باش نشدوا السيد. راديو واحد
كان 15 بعد شو واضح هي كان 15 كلمه كلمه كله نسمع فيه انزل على الثاني وبعد على الاولى الو كلم بيه يا ابي هزور رجلك هو هزور قول وانا لاباس انا لاباس هزور الرجل وقتي يا لاباس شو هو؟ اولي نرى علاش نور تشريك ترى امور فرد قول وانا لاباس هي كم لاباس بعدين ايه الحمد لله خلنا نمشي انا مع الرب ولا الى عتاب 15 شكرا على المشاركه في الكاميرا الخفيه